على صعيد آخر، يناقش قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى التكتل في خطوة ترتدي طابعاً رمزياً كبيراً بعد 4 أشهر على بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء: كما نكافح من أجل قرار إيجابي من الاتحاد الأوروبي بشأن ترشيح أوكرانيا، نكافح يومياً للحصول على شحنات من الأسلحة الحديثة. وسيشارك زيلينسكي عبر الفيديو في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل. وقال زيلينسكي إنه يتوقع قراراً أوروبياً مهماً في المساء.